بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة وطالبات الفرقة الأولى، تحية طيبة وبعد، معكم أستاذ محمد أنور. هنستعرض اليوم الجزء الثاني من نص ابدأ بنفسك، واتكلمنا في الجزء الأول عن جو النص وعن قائل النص. فنسأل سؤال كده سريع، من هو قائل النص؟ حد فاكر من هو قائل النص؟ بالظبط كده، هو شاعرنا أبو الأسود الدؤلي. والسؤال الثاني اللي ممكن يأتي، ما هي أهم أعماله؟ طبعا احنا قلنا من أهم أعماله وهو وضع علم النحو، ووضع النقاط على أحرف اللغة العربية، وقام بتشكيل المصحف الشريف. ننتقل النهاردة للجزء الثاني من النص. هنقرأ الأبيات الأولى. يقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي: وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عقيم، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. نقرأ الأبيات مرة تانية: وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا، وأنت من الرشاد عقيم، وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. هنبدأ في استعراض مواطن الجمال. وأراك تصلح، معنى كلمة تصلح يعني تعالج، وعكس كلمة تصلح تفسد. وأراك تصلح بالرشاد، الرشاد معناها الهداية، جاية من الفعل يرشد يعني يهدي، وعكس الرشاد الضلال. أبدا وأنت من الرشاد عقيم، معنى كلمة أبدا يعني دائما. عقيم أي خالي أو فارغ، وجمع عقيم عقائم، وعكس كلمة عقيم ولود. فيقول الشاعر أبو الأسود الدؤلي في البيت الأول إن الشخص الذي ينصح الناس وهو لا يستطيع أن يوجه نفسه بأنه خالي من هذه الصفات التي ينصح ويرشد بها، وهو عقيم منها. ننتقل للبيت الثاني: وإذا طلبت إلى كريم حاجة، طبعا أول حاجة مع كلمة حاجة حاجات، فلقاؤه يكفيك والتسليم. ممكن يسألني ما عكس كلمة لقاؤه؟ طبعا عكس اللقاء المفارقة، فعكس لقاؤه مفارقته. التسليم يعني إلقاء التحية والسلام. نشوف مع بعض الشرح. زي ما قلنا في البيت الأول، بيتهكم الشاعر من الإنسان الذي ينصح غيره ويصلح عقولهم، ثم يعجز هو عن إرشاد وتوجيه نفسه، فهو عقيم التفكير. ثم يوجه الشاعر نصيحة إلى أي إنسان، أنه إذا طلب واحتاج إلى شيء فلا يطلبها إلا من إنسان كريم. فيقول أن الإنسان الكريم هو إنسان معطاء صاحب خير، ويكفيك منه حسن اللقاء والسلام، لأن من صفات الإنسان الكريم هو الكرم، فإنه كريم حتى في رده للسلام. ننتقل إلى مواطن الجمال في البيت الأول والثاني: وأراك تصلح بالرشاد عقولنا، تصلح بالرشاد عقولنا. في هذه العبارة اتنين استعارة. الاستعارة الأولى في كلمة تصلح بالرشاد، حيث شبه الرشاد بأداة للإصلاح. موطن الجمال الثاني: تصلح عقولنا، العقول لا تصلح، ولكن صور العقول بأنها شيء مادي يصلح، وسر جماله التجسيم. كلمة أبدا في قوله أبدا وأنت من الرشاد عقيم، كلمة أبدا تفيد الاستمرار، وده برضو ممكن يجي يسألني في سؤال أكمل، أبدا تفيد نقط، تفيد الاستمرار. البيت الذي يليه: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. البيت الخامس كله كما نرى كناية عن أهمية إفشاء السلام بين الناس. ننتقل إلى البيت التالي: فإذا رآك مسلما ذكر الذي كلمته فكأنه ملزوم. هنستعرض مع بعض معاني المفردات. فإذا رآك أي الشخص الكريم، إذا رآك يعني شاهدك، مسلما أي ملقى عليه السلام والتحية. فإذا رآك مسلما ذكر الذي كلمته فكأنه ملزوم. ما هو الإنسان الملزوم؟ المجبر، ولكن معناه هنا في الأبيات ملزوم أي وجب عليه رد السلام.
أي أن أبو الأسود دول يقول أنا من صفات الإنسان الكريم ومن طبعه الكرم، فإذا رآك تسلم عليه وتلقى عليه السلام فإنه يرد عليك السلام، وكأنه مجبر مع أنه ليس مجبرا على رد هذا السلام. هنستعرض مع بعض الشرح. فإذا التقيت الكريم ذكرك بحسن اللقاء، ولقاؤه وسلامه يكفيان. ننتقل إلى مواطن الجمال، البيت السادس. طبعا البيت كله كناية عن أهمية إفشاء السلام. فإذا رآك مسلما، إذا هنا الفاء في كلمة فإذا تفيد السرعة، وإذا أداة شرط تفيد بالظبط كده، تفيد الثبوت والتحقيق. تعالوا نستعرض مع بعض ونحل مع بعض الأسئلة على الأبيات اللي احنا أخذناها. مرادف كلمة الرشاد، ها مين يقدر يقول لي مرادف كلمة الرشاد؟ هل يا ترى الضلال ولا الهداية ولا الإعوجاج؟ تمام كده، مرادف كلمة الرشاد الهداية. مضاد كلمة تصلح تفسد ولا تعمر ولا تبني؟ عكس الإصلاح، ها حد يقول لي؟ بالظبط كده، عكس الإصلاح الإفساد، يبقى عكس تصلح تفسد. السؤال اللي بعده، يوجه الشاعر رسالة إلى الشخص الذي يوجه الناس ويصلح عقولهم، فما هي هذه الرسالة؟ طبعا بتظهر الرسالة في البيت الأول، وأراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عقيم. إن بيوجه رسالة للشخص الذي يصلح ويحاول أن يوجه الناس وهو عاجز على أن يوجه نفسه أو يصلحها، فهنا في نوع من التهكم عليه بأنه شخص يوجه الناس ويصلحهم وهو عقيم غير قادر على توجيه نفسه. السؤال اللي بعده بيقول، اشرح البيت الثاني بأسلوبك. وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. زي ما قلنا إن الشاعر أبو الأسود الدؤلي بيعلمنا إن إحنا إذا طلبنا شيء فلا نطلبه إلا من إنسان كريم، فالإنسان الكريم من طبع الكرم ولا يرد ولا يرفض طلب لأي شخص، فيكفيك مقابلته وإلقاء السلام عليه. السؤال الأخير عندنا بيقول، ما الجمال في تصلح بالرشاد عقولنا؟ ها حد فاكر؟ بالظبط كده، قلنا فيها موطني جمال، تصلح بالرشاد الجزء الأول منها، استعارة مكنية حيث صور الرشاد بآلة للإصلاح، وتصلح عقولنا برضو استعارة مكنية حيث صور العقل بآلة تصلح، وسر جمالهما التجسيم. نرجو من الله أن نكون قد وفقنا في عرض الجزء الثاني من نص ابدأ بنفسك. منتظر أسئلتكم وتعليقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.